السلام عليكم، أنا محمد غنايم. جاء شخص إلى قسم الطوارئ ويده مكسورة، وكان الكل هناك يضحك عليه، ولما سألت قالوا كان يصور مقطع لتطبيق اسمه تيك توك. فأحببت أن ننظر وإياكم لهذا الموضوع من زاوية مختلفة كما تعودنا. في البداية أسأل الله عز وجل أن يجعل حياتك نورا في نور، فأنت طيب القلب هادئ الروح، ولو عصفت بك الدنيا بملذاتها ولكنك في جوفك محب لله وأنت تعلم ذلك. يحدثني شاب يقول: والله ما ارتكبت معصية في حياتي إلا وجدتها في حياتي، فإذا نظرت نظر لأهلي، وإذا فعلت ما نمت خوفا من أن يفعل بأهلي. كتبت هذه الخاطرة على صفحتنا على الفيسبوك، ثم وجدت من أحدكم حفظه الله يقول بمعنى لا أتفق، فسأجعلك إن شاء الله تتفق. من أجمل المبادئ التي تعجبني في الشباب مبدأ كما تدين تدان. الله سبحانه وتعالى يقول: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. يقول علماء في تفسير هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يجزي الشخص بمثل ما عصاه في الدنيا، تخيل. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لماذا بدأت بالحديث عن المعصية عندما أردت الحديث عن هذا التطبيق؟ لأن هذا التطبيق بكل اختصار عبارة عن مستنقع، وليس وحده، بل في عالمنا المعاصر الآن مفاسد الأخلاق كثيرة. فإذا تصفحت هاتفك المحمول خرجت بكومة معاصي، وإذا خرجت إلى الشارع رجعت بكومة أخرى، ثم إذا وضعت رأسك على الوسادة لتنام وأنت منهك بالمعاصي دون ملاحظة لها أو استغفار منها، نمت تشكو ضيق الحال. يعني هل تريد منا يا محمد أن نغلق أعيننا أو نعتكف في بيوتنا حتى لا نعصي الله؟ يعني كيف سننجح في حياتنا؟ كيف سنعمل بها؟ كيف سنمضي هذه الحياة؟ بكل أمانة لا أقول لك لا تعصي مطلقا، بقدر ما أقول لك لا تجاهر بمعصيتك. يعني نحن بشر، من أهم صفاتنا الخطأ، فالمعصية دون الكبائر ودون المجاهرة بها لها رب رحيم كريم. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نلاحظ دائما عندما يراد أن تخطب فتاة، أول شيء يسأله الناس: بنت من هي؟ أخت من هي؟ فإذا كان أبوها وأخوها صالحين صلحت الفتاة، وسمعنا كلمة مبارك، والعكس، وهذا من صلاح الأسرة. فتلاحظ أن الشاب العاصي لا يضر نفسه فقط، بل يضر أهله من خلفه، ونفس الحال بالنسبة للفتاة. وإلا كيف علم الناس أنه عاصي أو أنها عاصية؟ إلا بمجاهرتهم، صحيح؟ فالسؤال الآن، يعني لماذا نجاهر بمعاصينا سواء على هذا التطبيق أو على غيره؟ هذا التطبيق انتشر في الوطن العربي قبل قرابة سنة، وهو موجود من عام 2016. التطبيق قائم على الرقص والأغاني، يعني تأتي الفتاة وقد غطت وجهها بعدة فلاتر وضيقت لباسها وبدأت تتمايل وترقص أمام الكاميرا وتعرض مفاتنها، ويأتي الشاب قد أهان رجولته بطباعه ويتمايل ظنا منه أنه كول أو كاريزما، وعندما ينظر لهم الناس يكون في بالهم شيء واحد فقط، يعني أنت تعرفه. إذن لماذا برأيك يفعلون ذلك بأنفسهم؟ قد تقول: يا محمد من يهتم؟ أرن المفاهيم كلها تغيرت، يعني دع الناس تفعل ما يحلو لها. أتفق معك، لا أحد يهتم ربما، وفي النهاية كلنا سنموت، وكل شخص سيحاسب بعمله، يعني لن أحاسب عنه ولن تحاسب عنه أنت أيضا. والله لا يظلم أحد، يعني لا تظن أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بين الناس برقصاتهم وأفعالهم أن الله سيحاسبهم كالمحسنين. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وركز على جملة في الدنيا والآخرة، والله لن تجد شاب يجاهر بمعصيته أو فتاة إلا حياته كئيبة، وإن بدا لك غير ذلك، وهذا كلام الله عز وجل. لذلك أتحدى أي شاب أو فتاة يجاهر وتجاهر بمعاصيهم على هذا التطبيق أو غيره أن يكونوا سعداء في حياتهم. هؤلاء يتصنعون السعادة، ومتصنعو السعادة ليسوا سعداء. يقول لي مختص في مجال التسويق أن هذا التطبيق يتعمد ترويج أول مقطع تقوم بنشره في حسابك. يعني الآن لو قمت بفتح حساب ونشرت مقطع عادي تافه جيد إلى آخره، مشاهدات ذلك المقطع ستكون بالألاف، مع أن المتابعين لديك صفر، وهذا يحمسك لأن تنشر مجددا. ثم بعد فترة يقل نشر التطبيق لما تشارك حتى يجبرك على النشر بشكل أكثر استثنائيا، وبالتالي نشاهد ما نشاهد من مفاسد الأخلاق. من أهم الأمور التي يعرفها أي صانع محتوى أن وقت المشاهدة هو من يحدد نسبة انتشار مقطعك. فلو نشرنا مقطع مثلا مدته 10 دقائق وشاهد الكل هذا المقطع بنسبة مشاهدة كاملة، يعني كل شخص شاهده ب10 دقائق ولم يخرج في منتصفه، هذا المقطع سيصبح رائج أو ترند. الفكرة في هذا التطبيق أن وقت المشاهدة بالثواني وبه أغاني، فيجعل المشاهد يشاهد الدقائق كاملة بوقت مشاهدة كامل، وبالتالي الانتشار العالي. يعني أنت عندما تصبح مشهور على هذا التطبيق ليس لميز بك، يعني لا أريد أن أصدمك، ولكن القائمين على هذا التطبيق
التطبيق أذكى منك، يستغلونك لزيادة انتشار تطبيقهم. سألت المختص عن أفضل شيء يمكن أن تستفيده من ذلك التطبيق، قال ضاحكا: تمضي وقت فراغك هناك، يعني لا يمكن من خلال هذا التطبيق أن تستفيد شيء أو تستفيد منه شيء، لأن مدة المقاطع قليلة بالثواني، لدرجة أن الناس هناك تقوم بتجزئة المقاطع الطويلة إلى عدة أجزاء، وأنت لمشاهدة تلك الأجزاء يتوجب عليك الدخول لصفحة الناشر ومشاهدتها، وهذا أمر يعني ممل وطويل يعني كما وضح لي. يعني بالنسبة لك كمشاهد لا أعتقد أنك تحتاج لقتل وقت فراغك وحسناتك، فلما لا تحذف من هاتفك إذا كنت قد حملته، أو تنصح غيرك بحذفه، ولا يوجد في حذفك له يعني مبالغة شيء اقتنعت أنه غير جيد لك فتركته بكل اختصار. أما بالنسبة للناشرين به، سألت أحدهم، قلت له: يا فلان، يعني أراك طيب القلب، ما الذي يدفعك لمثل هذا المستنقع؟ فتنهد ولم يجب، وهو يعلم في نفسه أن هذا الأمر ليس مدعاة للفخر. فقلت: هون عليك، هناك فرق بين المجاهرة بالمعصية واستحلالها، فليس كل مجاهر بمعصيته مستحلا لها. يعني كم من مؤثر ومؤثرة، دعنا نقول، عندما كانوا يسألون هل أنتم راضون عما تفعلون، يجيبون بحزن: نحن نود أن نموت على غير ذلك. فمنهم من يجيب مثلا: أنا أود أن أتحجب، أود أن أصبح ملتزما، ولكن ليس هناك ما يساعدني على ذلك. فهم وإن كانوا على خطر عظيم بسبب ما يفعلون من مجاهرة بالمعصية، بغض النظر هل هم استحلوها أم لا، إلا أن هذا الأمر لا يمنعهم من إعادة التفكير بما يفعلون. الله غفور رحيم، وإن شاء الله تجد الهمة لما هو أفضل لكم بإذن الله. طيب، لا أريد أن يصبح المقطع كله نصح يعني، ولكن يعني هناك أمر يستفزني وأعتقد أنه يستفزك أنت أيضا. لا يستفزني أكثر من ذلك الشخص الذي يجاهر الناس بجسد أهله. والله ذلك اليوم صدمت، يعني أنا من طبعي لا أتصفح أو أتابع مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا، وقد يبدو الأمر لك متناقض، يعني أنت كيف مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تتابعها؟ نعم، لا أتابعها ولا أسف على ذلك. يعني لا أسف على عدم متابعتها، ولا أسف لأن مثلا ذلك اليوم وجدت نفسي أتصفح الترند العربي في اليوتيوب، وكان هناك شخص بدون ذكر أسماء يباهي الناس بجسد أخته. نعم، أخته متبرجة وهو سعيد بما تفعله، وهي تعرض مفاتنها ذهابا وأيابا، فانمقصت معدتي، تألمت. يعني ذلك الشخص يظلم إذا قيل له رجل، يعني كيف تكون رجل وأنت لا تغار على عرضك، وكل من يشاهدكم يشاهدكم لذلك السبب. هؤلاء يتابعهم جيل كامل، يعني مشاهداتهم بالملايين، وهذا جيل تتربى عينه الآن على مثل تلك الأمور. يعني في المستقبل لن تستطيع أن تقنعهم أن هذه الأمور تعتبر دياثة. يعني بالمختصر ودون إطالة كلام، الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراف كما قال الشاعر، ولكن كيف تكون الأم مدرسة وهي من تسافر مع ابنتها ذهابا وإيابا، وابنتها بجانبها بملابسها الضيقة بأخلاقها النتنة، كيف؟ هذا ما تشاهده أيضا في الترند العربي. يعني بكل أمانة، اذهب لأي شاب متزن وليس ملتزم، يعني هناك فرق. المتزن هو من يعرف الخطأ والصواب وإن فعل كلاهما، ولكن الملتزم هو من يعرف الخطأ والصواب ولا يفعل إلا الصواب. فلو ذهبت لأي شاب متزن وقلت له يعني ما رأيك بفتاة متبرجة، سيقول لك: أفكر بها كنزوة. يعني فهل ترضي لنفسك أن تكوني نزوة رخيصة والفتاة المسلمة قمة جمالها في حيائها، وهي سيدة مجتمع بتقواها وجمال أخلاقها، ومن يرونهم غير نزوة؟ هؤلاء وقعوا على أشكالهم أعتقد، يعني كما يقول الطيور على أشكالها تقع، هؤلاء شابهوهم فلم يعودوا يميزوا. ويا صاحبي، اعلم علم اليقين أنه كلما تقدم الزمان كلما أصبح الحلال أصعب والأجر أعلى. الأمر بسيط، يعني نسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته، اللهم أمين. يعني هذه الدعوة في مكانها، وتذكر أننا مهما عشنا سنموت، وفي النهاية جنة أو نار، وفي الحياة لسنا مخلدين ولكننا في الآخرة مخلدين، فاختر طريقا تحب أن تخلد فيه، ودمتم في أمان الله.